بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاصحاح التاسع من سفر دانيال النبي بركته علينا امين. في السنه الاولى لداريوس ابن احشاويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكه الكلدانيين في السنه الاولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسوح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وأباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخذ الوجوه، كما هو اليوم لرجال يهوذا والسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد، لنا خذ الوجوه، لملوكنا، لرؤسائنا ولآبائنا، لأننا أخطأنا إليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء وكل إسرائيل الذي وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك. فسكبت علينا اللعنة والحلفة المكتوبة في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه، وقد أقام كلماته التي تتكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم، كما كتب في شريعة موسى. قد جاء علينا كل هذا السر، قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن أيها سيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا، عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك، اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاتي، واضئ وجهك على مقدسك الخارب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد. اسمع يا سيد، اخبر يا سيد، اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطية شعبي إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية
في الابتداء مطارا واغثا لمسني عند وقت نقتمة المساء، وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين أو القدوسين. فأعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبني سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيسات يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاز مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. مجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اللي صح ده بيتكلم عن نبوة الأسبوع أو 70 أسبوع، ويعتبر من أهم نبوات العهد القديم التي تحدد بالتمام وقت مجيء ووجود السيد المسيح على الأرض. هذه النبوة تثبت بهذا بما لا يدع أي مجال للشك بأن يسوع الناصري هو المسيح المخلص. أرينا في الآية الأولى والثانية أنه في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمال 70 سنة على خراب أورشليم. فدانيال كان رجل بحث وتفتيش ودراسة. سيد المسيح أوصانا وقال لنا: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. كان دانيال شديد الثقة في وعود الله، شديد الثقة في صدق كلمته. فتش الكتب بالذات في أرميا، لقى على الأقل أكثر من موضع في أرميا 25 وأرميا 29، وجد الآيات الآتية. أرميا 25:11 بتقول: تصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. وبيتكلم عن خراب أورشليم وإن شعبه هيخدم ملك بابل بالتحديد 70 سنة. فأرمية الآية اللي بعدها 12، أرمية 25:12 يكون: عند تمام 70 سنة إني أعاقب ملك بابل. فدول آيتين واضحين فيهم قوي إن الخدمة لبابل والسبي لبابل هيكون 70 سنة. أرمية 29:10-14 يقول: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة، عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع، فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني بكل قلوبكم فأوجد لكم يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها.
دي نبوة تالتة أو آية تالتة بتذكر إن ربنا هيفتقدهم بعد 70 سنة. هذا الكلام كان في السنة الأولى لداريوس، أي في عام حوالي 538 قبل الميلاد. السبي إحنا عارفين أنه ابتدى سنة 605، أول هجمة من الثلاث هجمات لنبوخذ نصر. لهذا السبي كانت سنة 605 قبل الميلاد، والكلام بتاع هذه النبوة في الإصحاح التاسع كان سنة 538 للميلاد. إذن فنهاية السبي وانقضاء 70 سنة كانت على وشك النهاية أو الاقتراب، على الأبواب. ده اللي أراد دانيال في 429، أن الله يرد شعبه في نهاية 70 سنة. فابتدى يصلي بكل قلبه. وقف دانيال يصلي نائبا عن الشعب، ولا يريد أن الله يؤجل عودتهم من سبي بابل. صلاة دانيال صلاة كبيرة، خدت من الآيات 3-19. الحقيقة وأنا بقراها عدت قريتها مرة واثنين وثلاثة ويمكن 10، لأنها مدهشة جدا وعميقة جدا جدا من القلب. صلوة ارتجالية لكن عميقة، فيها فكر إنجيلي، بيفكر بروح الإنجيل، فهم تاريخ أبائه، فاهم وعود ربنا له المجد، بيقول له، بيكلمه، بيقول له يا رب ان الارض دي ان انت دعي اسمك عليها، فبيتكلم بدلة امام الله، يا رب دي بلدك ودي بلادك ودي ارضك، دعي عليها اسمك من اجل خطيتنا، ربي ما تسيبش اسمك جهنم بين الامم. فدانيال كان عنده شعور بكيانه كفرد وسط امه وشعب، يعني كان شاعر أنه جزء من هذا الشعب، له كيان في هذا الشعب. يمكن الحد فينا أو أي حد فينا يستهتر ويقول يعني أنا هزود ولا هنقص لما صلي ولا ما صليش، إن أكون قديس ولا ما أكونش قديس، ده هزود ولا هنقص، ويعني ربنا حاسس بي، أديني واحد في وسط العدد، خروف في وسط القطيع، رقم في وسط الأرقام، إطلاقا إطلاقا. فدانيال ما كانش شاعر بكده أبدا، لكن كان حاسس أنه هو كفرد مسؤول عن كل المجموعة، فبيعترف عن خطايا الشعب وهو حاسس أنه واحد منهم. كان يصلي ليس من أجل نفسه كفرد فقط، بل كشعب كامل. ويقول الكتاب أنه صلى وصام ولبس مسوح وقعد في الرماد، فتقشف وتذلل أمام السيد الرب الذي بيده سلطان شعبه. يقول وجهت وجهي إلى الله، يعني بيتضرع لله، نحو الله، لقاء حي مع الله. فيما هو يعترف بتقصير شخصه كفرد، يعترف بتقصير شعبه الذي نكث العهد مع الله، عهد المفروض ان هو يكون امين فيه، لكنه جلب على نفسه الشرور التي سبق الله وانذر وحذر منها. فبيقول له يا ربي من جهة البر انت بر قدوس، ومن جهة التقصير فالتقصير تقصيرنا احنا، انت ربي صادق في وعودك وأمين في وعودك وما قصرتش في حقنا، إحنا اللي غلطنا في حق نفسنا. زي ما قلت إنه بيقترب بدلة وبيذكر الله باسمه القدوس، كيف صنع له اسما بين الأمم، فليصنع الآن خلاصا مشابها لخروج إسرائيل من أرض مصر. بيتساءل بيقول له يا ترى اسمك القدوس هيظل مهانا وسط أسماء آلهة البابليين؟ ده محور صلاة دانيال، اللي الملاك غبريال قطع هذه الصلوة لكما يعلن له أن 70 سنة لها بعد آخر، وعمل الله مع شعبه إلى امتداد. من جهة 70 سنة بتوع السبي هينتهوا،
لكن هما لهم معنى أعمق ومعنى آخر هيمتد لنهاية هذه الظهور والمجيء السيد المسيح كديان. فمن الآيات 20 لسبعة وعشرين في الإصحاح التاسع نقدر نقول إن جبرائيل كان بيحمل رسالة بيرد بيها على صلاة دانيال. فسريعا جدا ما يستجيب الله بإرسال رئيس الملائكة جبرائيل يقطع صلاة دانيال حاملا رسالة هي من أعجب ما يكون. إن كانت السبعين سنة قد أوشكت على الانتهاء وقد حل أو حان حل سبي بابل وعودة شعب الله، فليه ربنا هيسمح باستمرار غضبه؟ رؤيا الإصحاح الثامن ما زالت عالقة في ذهن دانيال رغم مضي حوالي 12 سنة على هذه النبوة في الإصحاح الثامن. يعني بين الإصحاح الثامن والإصحاح التاسع 12 سنة ظل دانيال متعجب ومضطرب. ليه غضب الله يستمر؟ ليه ربنا يسمح بالقرن الخامس في مملكة اليونان أنطوخيوس إبيفانيوس والقرن الحادي عشر في مملكة الرومان الأنتيكرايست؟ ده سبب اضطراب دانيال وسبب أنه كان مهموم وحاير جدا، وكان يخشى لو أن الله قد أجل عودة الشعب من السبي بعد 70 سنة. لما شاف رؤية 8 شرور أنطوخوس إبيفانيوس على الله، وعقدنا لسه مستمر المدة دي كلها لحد لما يجينا قرن خامس بين القرون الأربعة للدولة اليونانية، وتفضل أورشليم خاربة، أو القرن العاشر أو الحداشر في مملكة الرومان والعالم كله يخرب بعد خراب أورشليم. فجت رسالة جبرائيل الملاك تطمن دانيال بعودة الشعب من السبي وبناء الهيكل وتحقيق نبوة أرميا اللي لسه قريناها في الإصحاح 25 وإصحاح 29 بأن أمر 70 سنة ده منتهي، لكن غضب الله على إسرائيل سيستمر للمستقبل وحتى يقبل المسيح ذاته له المجد كمخلص. فالغضب في درجات، من حيث موضوع السبي ده منتهي خلاص قضينا فيه، 70 سنة هينتهوا وهيرجع شعب الله من السبي حسب وعود أرميا، لكن سيستمر الغضب، أنا مش راضي أنا مش مبسوط إلى أن تقبل المخلص. دانيال كان محبوب جدا جدا، جبرائيل الملاك بيعطي فهم أعمق لرؤية الإصحاح الثامن ورسالة برؤية جديدة في الإصحاح التاسع من الآية 24 للآية 27. خلينا نفهم إيه هي رؤية رسالة الإصحاح التاسع. يقول لنا بين الآيات 21 و23: وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك محبوب جدا، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. هنا جبرائيل بيشبه بالرجل، تكريم للإنسان الذي يظهر الملاك في شبهه ويقول له: في ابتداء تضرعاتك، لأن استجابة ربنا سريعة جدا مع بداية الصلاة، لأنه دانيال كان صادق جدا في مشاعره ويصفه بأنه محبوب جدا، فده لقب جميل نقدر نقول أنه من بين كل الأنبياء حملوا هذا النبي الجميل المحبوب جدا.
دانيال 24:9-24 يقول: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين. فالنبوة كاملة وتطبق كاملا على شعب بني إسرائيل والمدينة المقدسة. مدة النبوة ليست إلى 70 سنة فقط، لكن إلى 70 أسبوع من السنوات. 70 أسبوع. ربنا قسم التقويم لشعب بني إسرائيل بالسنوات، وقسمها 7 سنوات كما هو مدون بسفر اللاويين. عايز أفهم يعني إيه 70 أسبوع من السنوات؟ أنا عارف 70 أسبوع يعني 70 × 7 أيام، قال لا نفهمها مع بعض. دي 7 سنوات، الأسبوع فيه 7 سنوات. فيقول لنا في سفر اللاويين الإصحاح 25: متى أتيتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم تثبت الأرض سبتا للرب؟ يعني زي ما في سبت في الأيام في سبت في السنين. 6 سنين تزرع حقلك، تقضب كرمك، تجمع غلاتها، أما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت، عطلة سبتا للرب، تعد لك 7 سبوت سنوية أو تعد لك 7 سبوت سنوية. 7 سنين 7 مرات، فتكون لك أيام 7 سبوت 49 سنة، وتقدسون السنة 50. الكلام ده موجود في إصحاح 25 من اللاويين الآية 2-4 والآية 8 والآية 10. زي ما احنا عارفين انه سبب السبي انه شعب بني اسرائيل اهمل هذه الوصية وتعداها لمدة 490 سنة. عشان كده كان عقاب الله لهم مدة 70 سنة، سنة عن كل 7. كان المفروض انه كل 7 سنين، كل 6 سنين السنة السابعة يثبتوها للرب. ما عملوش كده لمدة 490 سنة. فالسنوات اللي هم تعدوها لما نعدها تطلع 70 سنة. فالكلام ده واضح من أخبار الأيام. فأخبار الأيام لصاحة أخبار الأيام الثانية لصاحة 36 آية 20 و21 يقول لنا: وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له سبيا الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه أي للملك، الملك سباهم، كانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس لإكمال كلام الرب بفم أرميا، حتى استوفت الأرض سبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. يعني ربنا خد حقه. كان المفروض أن أنا أخد حقي وأنتوا تفرحوا وأنا أفرح في أيام زرعكم وفي أيام خضركم وفي أيام ثمركم، لكن أنتوا مرضتوش، فأنا هاخد حقي حتى في أيام خرابها أو خرابها لإكمال 70 سنة. كان حد بيسألني ليه بندرس مثل هذه النبوات التي قد تبدو أنها صعبة أو جافة أو غير نافعة روحيا، لكن لما نشوف واحد زي دانيال النبي، الرجل العظيم ده قد كده كان شغوف في دراسة تاريخ أبائه بتتحقق كلمة الله، يبان لنا صدق كلمة الله ودقة التركيب بتاعها، يعني بتكون صورة زي البازل اللي بتكون قطعة جنب قطعة جنب قطعة في إتقان فني رائع جدا جدا، اتفاق كلمة الله مع بعضها. شوف أنا بجيب من أرميا وارجع لدانيال وارجع لأخبار الأيام، كله
بازل بيتكون مع بعضه لكي ما يحقق صدق كلمة الله. ولادنا ساعات يسألوا يقولوا مين يأكد لنا أن الإنجيل بتاعنا هو الصادق؟ فتشوا الكتب. محدش يقدر يفهم إلا اللي يدرس ويفتش، هيكتشف فعلا أن هذا الكتاب كتاب عجيب جدا، أن مثل هؤلاء الأنبياء على فترات متباعدة، فترات جايز ما تكونش متذمرة مع بعضها، ما قبلوش بعض، وتحقق النبوات بهذا الحذق وهذه المهارة وهذه الدقة. يقول لنا 6 أسباب لقضاء الله على شعبه وعلى المدينة المقدسة ب490 سنة، أي 7 أسابيع. ليه 490 سنة دول؟ قال لنا 6 أسباب، نقدر نقول إن في 3 منهم سلبيين و3 إيجابيين. الثلاثة السلبية تنزع لعنة المعصية والخطية والإثم، والثلاثة الإيجابيين دول ظهور المسيا، لحق المسيا المنتظر. يقول لنا تكميل المعصية، تتميم الخطايا، كفارة الإثم. دول ثلاثة يزيلوا اللعنة، لعنة المعصية والخطية والإثم. طب الثلاثة اللي فيهم بركة إيجابيين، يقول لنا جلب البر، بر المسيح أي السلام الكامل بالبراءة، ده عمل الله فينا كهبة إلهية تعطى من خلال المسيح البار وحده. جلب البر، الختم على الرؤية والنبوة، متى جاء السيد المسيح بذاته لم تعد هناك حاجة بعد إلى نبوات والرؤى، فده ختم النبوة وختم الرؤية. وتالت حاجة إيجابية، لمسح قدوس القديسين، لمست غلي، فربنا ذاته له المجد قدس رئيس كهنته، شخص المسايا، بذبيحة فريدة لا رئيس كهنة يقام من الناس فيما بعد. فالثلاثة السلبيين تكميل المعصية، تتميم الخطايا يعني انتهاء الخطايا، بظهور المسيح وحده الذي بلا خطية، وتكفير الإثم. والثلاثة الإيجابيين جلب البر، ختم على الرؤية والنبوة، ولمسح قدوس القديسين. كل هذه سلبية أو إيجابية لا تتم إلا بمجيء المسيح وتخدم الكمال، وحتى إلى المجيء الثاني، حتى يمسح المسيح ملكا ويتوج في مجيئه الثاني ويملك إلى الأبد. إيه المراحل الثلاثة للسبعين أسبوع؟ قال في 70 أسبوع لابد أن تقضى على إسرائيل ل6 أسباب، 3 منهم سلبيين و3 منهم إيجابيين. فيقول لنا كده في دانيال 9:25-27، اعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. 7 أسابيع و62 أسبوع، يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الأزمنة. هنفهم الكلام ده دلوقتي، هقوله تاني. جبرائيل الملاك بيقول لدانيال اعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها، من أول لما الأمر يخرج من أيام قورش، وهنشوف الكلام ده دلوقتي سنة كام، لحد ظهور المسيح الرئيس رأس كل رئاسة، ملك الملوك، القدوس الممسوح المسايا، منذ خروج الأمر لتجديد أورشليم حتى ظهور المسيح الرئيس عندنا 7 أسابيع و62 أسبوع. يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوع يقطع المسيح وليس له شعب، رئيس آتي يخرب المدينة والقدس، وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها.
يعني عندنا 7 أسابيع واثنين وستين أسبوع. 7 أسابيع يعني 7 أسبوع سنين، يعني المجموع بتاعهم 7 زائد 62، واثنين وستين أسبوع. هيعود ويبني ويعمر، لكن بعد ما تنتهي 67، هذا المسيح القدوس هيقطع وليس له شعب، ويجي واحد تاني خرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة إلى نهاية خرب قضي بها. هيعمل إيه؟ يثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، لكن في وسط هذا الأسبوع يبطل الذبيحة. هو هيثبت عهد، هيكون لطيف. كلام ده سمعناه على أنتي كرايست، كلام ده سمعناه عن أنطونيوس أنطوخيوس إبيفانيوس، بالمكر بالحيلة بالدهاء هيبين لطف لغاية لما يكسب الناس، هيتمسكن لحد ما يتمكن، وفي نص الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. احنا اتفقنا ان شعب بني اسرائيل عارف ان الاسبوع هو بالسنين، فسبعه اسابيع يعني 49 سنه، 62 اسبوع يعني 434 سنه، اسبوع واحد يعني 7 سنين. يعني لما يقول 7 اسابيع يبقى عندنا 49 سنه، لما يقول 62 اسبوع يعني عندنا 434 سنه، وفي الآخر في أسبوع يعني 7 سنين. إيه نقطة البداية لـ70 أسبوع اللي هما 490 سنة؟ خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها في دانيال 9:25. عندنا 4 أوامر لتجديد أورشليم وإعادة بنائها. كورش أو قيروس أمر سنة 538، داريوس سنة 519 طبعا قبل الميلاد، أرتحشت الملك سنة 458 قبل الميلاد، وده أمر رابع، هو نفسه أرتحشت سنة 450 قبل الميلاد. الأخير من الأربعة أرتحشت 450 قبل الميلاد هو اللي أمر ببناء السور، فجعل للمدينة سوق داخل أسوارها وخليك ديب ترنش حوالين السور من الخارج لزيادة الأمن والحماية. يعني ممكن نعتبر أن الأمر الرابع الصادر من أرشحستا سنة 450 قبل الميلاد هو بداية 70 أسبوع، مش كورش. كورش هو اللي ابتدى، لكن اللي أمر ببناء السور وتجديد المدينة وجود السوق والخليج لزيادة الأمن والحماية، ده كلام ده كان سنة 450 قبل الميلاد، من وقت خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس. عندنا 7 أسابيع يعني 49 سنة، و62 أسبوع يعني 434 سنة، يعني المجموع 483. إذا حسبنا من وقت خروج الأمر اللي هو 450 قبل الميلاد، حطينا عليهم 483 اللي هم 7 أسابيع زائد 62 أسبوع، الحاصل يكون 33 بعد الميلاد، اللي هو exactly وقت الصليب، صليب ربنا يسوع المسيح. طب ليه تقسمت التقسيمة دي؟ ليه ما قالش كمان 483 سنة وخلص؟ قسمها واتكلم بلغة الأسابيع اللي هم فاهمينها، أو بيذكرهم بعصيانهم وبخطيتهم وبتغفلهم إن هم يثبتوا الأرض، ثبت للأرض 7 سنة، فبيبكت خطيتهم بيقولوا أنا حسبتها بالطريقة دي حسب عصيانكم وغلطكم. ليه تقسمت ل7 أسابيع منفصل على 62 أسبوع، وفي أسبوع في الآخر
اللي هيظهر فيه الأنتيكرايست. 7 أسابيع يعني 49 سنة يخليها لوحدها حتى كمال البناء، عملية البناء خدت 49 سنة، وقت طويل بسبب المقاومات اللي كانت ضد نحمي النبي. فال7 أسابيع هي فترة البناء 49 سنة، وبعدين 62 أسبوع 434 سنة حتى ميلاد السيد المسيح وإعلانه رئيسا على الصليب. فلما حسبناها بالطريقة دي أن الأمر صدر 450 قبل الميلاد، ضفنا عليهم 7 أسابيع زائد 62 أسبوع، 7 أسابيع هي فترة البناء 62 أسبوع، لحد ما المسيح ظهر له المجد وأعلن رئيس على الصليب ملك على خشبة، حسبناها 450 بلس 483، لقينا نفسنا أمام الصليب. من هذا نستطيع أن نؤكد أن المسيح الرئيس اللي ذكر فيه هذا الإصحاح في الآية 25 والآية 27 الذي سيقطع، يعدم، يصلب في نهاية 69 أسبوع اللي هم 483 عام، هو السيد المسيح المسيح المنتظر. احنا عايزين نركز في هذه الآيات. بعد 62 أسبوع يقطع المسيح وليس له. And after the 62 weeks Messiah shall be cut off but not for himself. ليس له لكن لينا احنا. وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. The end of it shall be with a flood and till the end of the war desolations and determined. وزي ما قلت يثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد 7 سنوات، في وسط الأسبوع 3.5 سنين، وده يتفق مع سفر الرؤية ويتفق مع أنتوخوس إبيفانيوس ومع القرن 11 اللي في الرأس بتاع الحيوان العجيب الدولة الرومانية. دول مثال للأنتيكرايست. في وسط الأسبوع 3.5 سنين يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. مع هذا التلخيص في دايجرام في الصور اللي أنا رسمه، أرجو أن احنا نرجع له في صفحة نمرة 9 في المذكرة اللي أنا بعثتها. علينا أن نلاحظ أن 70 أسبوع ليست متصلة. احنا تكلمنا عن 62 أسبوع لحد لما ظهر المسيا على الصليب. في أسبوع في الآخر، النبوة نبوة 70 أسبوع، لكن 70 أسبوع دول مش متصلين، لأن لو متصلين كنا عرفنا نهاية العالم إمتى، وليس لنا نعرف الأزمنة ولا الأوقات. فربنا له المجد لما أعلن نبوته لدانيال اداله بالتاريخ وبالضبط إزاي المسيح، إمتى المسيح له المجد، في مجيء الأولاني، مجيء الأول على الأرض بعد 62 أسبوع، بعد 7 أسابيع، 7 أسابيع واثنين وستين أسبوع يبقى 69 أسبوع. لكن في أسبوع أخير حدث بعيد منفصل عن 62 أسبوع أو 69 أسبوع، فدي فترة زمنية تفصل بين 69 أسبوع والأسبوع الأخير. هذه الفترة الزمنية المنفصلة هي الفترة الزمنية التي أشار إليها الملاك جبرائيل إلى موت المسيح الرئيس وإلى خراب الهيكل. إحنا عايشين الفترة المنفصلة دي.
سيد المسيح نفسه تنبأ في متى 24 15 ل21 و29 ل31 أن ركسة الخراب التي قال عنها دانيال ستكون قبل المجيء الثاني وقت قصير. بسرعة أتكلم عن الأسبوع الأخير، أنه يثبت عهدا مع كثيرين، فهو رئيس أو ملك أو قائد يصنع معاهدة. هذا العهد هو بداية الأسبوع الأخير، هذا العهد هو عهد مع إسرائيل، فالنبوة كلها تعني إسرائيل، ومع كثيرين يعني مع الأغلبية. فواضح أن المعاهدة ديمقراطية بالأسلوب السياسي المعاصر، يستطيع بها هذا الرئيس أن يسيطر ويتحكم في إسرائيل. يمكن أو يبدو أنه سيظهر أو يظهر ذاته كحليف وصديق لإسرائيل حتى يطمئن إليه الشعب، لكن في وسط الأسبوع يعني بعد 3.5 سنين هيبطل الذبيحة والتقدمة لكي ما يظهر نفسه أنه إله. تسالونيكي الثانية، احنا عارفين أن إسرائيل عادت سنة 48 1948. النبوة بتوضح أن الهيكل سيبنى وستكون هناك ذبيحة وتقدمة، والذي سيوقفها هو المسيح الدجال الأنتيكرايست ليجعل من نفسه أنه الإله، كما هو مذكور في تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني الآيات 2-4. الأمر المذكور لاحقا في دانيال 11، مش اللي احنا فيه دلوقتي، لكن الإصحاح 11 عشان الصورة تبقى كاملة. مكتوب: يفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب، لأن المقضي به لابد أن يجرى. على جناح الأرجاس مخرب، ده في دانيال 11-27. جناح الأرجاس هنا تعني قمة القمم في الأرجاس، الماكسيمم الطب في النجاسات والأرجاس. أختم وأقول إن إحنا عارفين إن بابل سبق أن خربت، بابل سبق أن خربت الهيكل مع السبي عام 586 قبل الميلاد، فده الخراب الأولاني. أنطوخيوس إبيفانيوس اليوناني خرب ودنس ما بين 165 ل171 قبل الميلاد، ده الخراب الثاني. الرومان هدموا هيكل سليمان الذي جدده هيرودس سنة 70 بعد الميلاد، لكن ركس الأرجاس وجناح الأرجاس بما لا يوصف سيكون بيد ضد المسيح أنتي كرايست في منتصف هذا الأسبوع في نهاية الأيام. نبوة رائعة بتحدد بالضبط وبالتاريخ وبالمعاد ظهور المسيح له المجد وإعلان ملكه على صليبه بعد 69 أسبوع من صدور أمر أرتحست الملك ببناء أسوار أورشليم 450 قبل الميلاد، زائد 69 أسبوع يبقى التاريخ بالضبط سنة حوالي 32-33 تاريخ الصليب بالضبط. الأسبوع المنفصل بيتكلم على أنتي كرايست، ده في النهاية. إحنا عايشين الفترة المنفصلة حالياً، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.